السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح اليوم راح يكون عن طريقة تنزيل مقاطع الفيديو والصور والمنشورات في مدونة بلوجر. بالبداية ندخل على المدونة الخاصة فينا. طبعا لازم تكون مسجل دخولك في جوجل بلس، وندخل على المدونة. هذه المدونة الخاصة فيني، اقدر انزل موضوع جديد عن طريق الايقونة هذه، او ادخل على المدونة نفسها واضغط على مشاركة جديدة. هنا اقدر انزل المقطع اللي ابي او الصور او موضوع خاص. بالبداية نتعرف على طريقة تنزيل مقاطع الفيديو. ندخل على اليوتيوب ونختار المقطع اللي نبيه ونضغط على مشاركة ونختار بلوجر. تفتح لنا هذه الصفحة ونختار الرابط الخاص بالمقطع، نضغط على تحرير الرابط يطلع لنا هذا الرابط نسخة كامل. خلاص خلصنا من هذه الصفحة. نرجع إلى إنشاء الموضوع ونضغط على هذا الخيار. ننزل نروح لآخر شيء، ننزل سطر ونسوي لصق للرابط اللي نسخناه ونضغط على كلمة تعليف. المقطع هذا نزل، نقدر نشوفه شغال أو مو شغال. خلاص تمام المقطع تمام. أقدر أكتب وصف للفيديو مثلا نفس الموضوع، نفس موضوع باليوتيوب، لأن المقطع هذا خاص فيني أنا. أقدر أتحكم بحجم الخط ولون الخط ومكان الخط. نختار له توسيط، نختار اللون المناسب أو اللون اللي نبيه، حجم الخط كبير، طريقة استرجاع حساب تويتر الموقوف بالصوت والصورة، الحسابات الموقوفة. بعد ما خلصنا من الموضوع نقدر لازم نختار عنوان الموضوع. أنا بالعنوان الموضوع الحسابات الموقوفة في تويتر. بعد ما خلصنا من إنشاء الموضوع وعنوان الموضوع نضغط على التسميات هنا ونختار القسم اللي نبي ننزل الموضوع فيه. أنا بختار القسم الخاص في شروحات الكمبيوتر والبرامج. بعد ما نخلص من الموضوع كامل ومن التسميات نضغط على تم هنا. بعد ما اخترنا القسم المناسب هنا نضغط على نشر تلقائي، راح يروح الموضوع في المدونة او على حفظ كمسودة او معاينة قبل تعتمد الموضوع. نضغط على معاينة ونشوف الموضوع كيف يكون في المدونة، راح يجيكم بالشكل هذا. نرجع المدونة نضغط على نشر. هنا يقول لك اذا تبي المقطع يروح لجوجل بلس. نروح للمدونة نسوي تحديث المدونة، نشوف المقطع نزل او ما نزل. هذا الحسابات الموقوفة في تويتر، اقرأ المزيد. هذا الموضوع نزل خلاص. نروح لقسم شروحات الكمبيوتر. خلاص هذا انا كان عندي موضوع قديم وهذا الموضوع الجديد. بعد ما خلصنا من طريقة تنزيل مقطع الفيديو نحن نتعرف على طريقة رفع الصور في مدونة بلوجر. نضغط على إدراج الصورة ونضغط على اختيار الملف، يعني نختار الصورة اللي نبيها. ننتظر التحميل لين يخلص. خلاص بعد ما خلصنا نأشر على الصورة ونضغط على إضافة الصورة المحددة، راح تجينا الصورة بالشكل هذا. نقدر نتحكم بحجمها، تبيها صغيرة أو متوسطة أو يعني بشكل كبير يكون، وتقدر تكتب وصف للصورة. ونختار العنوان ونختار الموضوع القسم الخاص عشان ننزل الموضوع فيه. مثل ما انتم شايفين درس بسيط جدا.
أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بخدمتكم. إذا أعجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك آخر مقاطع وشروحاتي اضغط على اشتراك. مشكورين على المتابعة وفي أمان الله.